النحاس. بقالي 35 سنة في المهنة دي. بشتغل من الأول للآخر. اشتغلت في المهنة دي وأنا عندي 10 سنين. بدايتي في المهنة دي إن أساساً أنا أبويا لما جه لما حضرت على الدنيا كده أبويا راح مشغلني عند واحد. كان ياخد فلوس ويصرف. قعدت أشتغل لما كبرت. الأول كانت الواحدة بتجيب الحلة، العروسة كانت بتجهز من الحلة للطبق، وتيجي تجيب المبيض يبيض النحاس ده، وتيجي تطبخ في النحاس. كان ده اللي كان موجود. لما طلعت الألمونيا كل ده اختفى. يعني فيش حاجة في المهنة صعوبة. ليه السبب؟ لأن إن خلاص أدام الواحد دارس المهنة يبقى مفيش حاجة تصعب عليه. المراحل اللي بيمر بيها عميد النحاس من أول كذا كذا، لازم تتحط في مية النار وتيجي تدهن مية نار مطفية تاني، والقزير ده بيبقى مصحون زي ما شفت كده، برش عليها القزير وأسخنها، ليها طاقة سخونية مش أي كلام يعني، وأسخنها لما القزير يعم فيها ويسيح، وباجي ممشي فيها زي ما شفت القطنة كده وتتبيض، وباجي طافيها في المية. بعد ما خلص بغسلها بمية عشان انزل الرملة منها. لو ما كنتش مبيض نحاس كنت عايز اطلع دكتور. عشان اكشف على الناس تخف.